الشيخ والفارس شالح بن هدلان يقول كان ولده ذيب طبعا بار فيه، فكان يحبه هو في العشرين، يقول قلت كبير يناديه بين الرجيل ويقبله ويحضنه ويحبه كأنه طفل. الله. فقالوا لموا بعض جماعته، قالوا كيف انك ذيب قد هو كبير وتحبه؟ قال انا احبه لاني داري انه مو مطول، الشجاع اللي مثله ويغور الحروب بكل شجاعه ادري انه مو مطول. قصد فيه ورثاه وهو حي. يمكن انك خابرها انت يا احمد. الا والله خابرها وما ذكر بها حي بكى حي يا ذيب يا ذيب. الله. واليوم انا ببكيك لو كنت حي ويا ذيب يبكونك هل الفطر الشيب لا يعتهم مثل خيلة المحية، وتبكيك قطعان على هالكواليب وشيا الحمل اللي يبونه الكفية، وتبكيك وضح علقوها دبابيب، وإن رددت من يمة الخوف عيا، ويبكيك من سكت عليها المغاليب صاح بعلى الصوت يا أهل الحمية ننزل بك الحزب المطرف اليهيب، إن رددوهم ناقلين العصية أنا أشهد أنك بيننا من قع الطيب، والطيب عسر مطلبه ما تهيا ما ذكر بحي بك حي ذيب، واليوم انا ببكيك لو كنت حي.